أعزائي، منواصل دراستنا من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. بهذه الحلقة رح أتكلم عن دعوة لنستيقظ. أنا بدعوك لتشاهد هذه الحلقة ورح تكون سبب بركة لحياتك. هذه الدراسات اللي منقوم فيها من أفسس القديمة، سواء أفسس اللي كنا فيها بالمدينة السفلى أو في هذا الجبل المنطقة العليا، كانت كلها تعتبر أفسس. تنقلت من مكان إلى مكان بسبب الرواسب، بسبب نهر كيستر اللي كان بجيب الطمي والطين، طبعا بيدفعوا لبحر إيجية. النتيجة أن السفن لا تستطيع أن تقترب، فالناس كانت تتحرك أكثر وأكثر إلى العلاء. فهذه كانت مستوطنة قديمة بعود تاريخها من 1300 سنة قبل الميلاد، كان الحثيون يسكنون في هذا المكان. رح أواصل الشرح عن الخلفية التاريخية، لكن بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي.